عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن من وراء الدجى بالليل يخفيها. عجبت للأرض تؤتي الخير للناس الخير ينفعها والشر يؤذيها. عجبت للطير في السماء سابحة تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها. عجبت للأم تؤتى اللبن إن ولدت وإن تق عاقرا لا لبن يأتيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله يوم القيامة ويقول أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا أولسنا جيرانك؟ فيقول بل أنتم ملائكتي وأحبابي. فتقول الملائكة يا ربنا ومن ذا الذي يستطيع أن يجاورك؟ فيقول الله تعالى أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قتنا إخوة الإيمان والإسلام واستكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي جئنا جميعا لنكرم فيها روح الوالد الكريم الذي عاش طيبا ومات طيبا وقد صعدت روحه الطاهرة إلى رب غفور رحيم، ونحن على أبواب حج بيت الله الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آيات الله البينات والتي يتلوها علينا فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ المجيد لأحكام التلاوة والتجويد، والله على ما أقول شهيد. نسعد به قريبا بمشيئة الله تعالى عبر أسير إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ منصور محمود أبو عيادة، فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا
فيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. ولا يجدون لهم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ليس له ولد
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. استمعنا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام خاشعين منصتين الى ايات الله البينات والتي تلاها علينا فخر قراء محافظة بكهلية فضيلة القارئ الشيخ منصور محمود ابو عيادة قارئ والمقيم بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة البقهلية. نقلت لحضراتكم على احدث مكبرات صوت الحديثة ومحطات الديزل الكبرى من داخل قصور الضيافة المشيدة والمنظمة والمرتبة عمالقة الفراشة بمحافظة القليوبية تحت ادارة الحاج فارس نور المقيم بزاوية بلتان بمحافظة القليوبية. خدمات الفندقية المتميزة دائما مع كبار القراء وعبر محافظات الجمهورية اولاد صابر وبكر المقيم بقوم الاطرون بمحافظة القليوبية. تنقلنا هذه الليلة القرآنية المباركة لنراها كل يوم وليلة تحت ادارة عبقري مصر ومصور مصر الاول مهندس احمد الجعبري. وكانت خير تكريم لعميد عائلات الشرقاوي الاكرمين المغفور له باذن الله تعالى عم الحاج سمير صادق الشرقاوي. مشاركين ابنائه الاكرمين معلم صبري سمير صادق الشرقاوي، استاذ ماجد سمير صادق الشرقاوي، استاذ سامح سمير صادق الشرقاوي، استاذ عمرو سمير صادق الشرقاوي، والمربي الفاضل الاستاذ دياب الشرقاوي واخواته الاكرمين. باسم عموم عائلات الشرقاوي اجمعين اتقدم الى السادة المعزين جميعا علماء الازهر والاوقاف قيادات الشرطية والسادة النواب وكل من جاء وقدم للاسرة الكريمة واجب العزاء. الله اسأل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة يهدى للوالد الكريم رحمة ونورا وبرهانا وان يكون الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حتى نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء. تحياتي الاعلامي خالد عامر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.